يعني كل العالم بتسأل عن النظام الغذائي وخاصة الصبايا، ولا شك أن اتباع نظام غذائي صحي يضمن العديد من الفوائد بعيداً عن الرغبة في إنقاص الوزن. فالطعام الصحي من الخضروات وأيضاً المكسرات وبعض الحبوب هام جداً لبناء جسم الإنسان ومنحه الطاقة اللازمة. ولكن يعني الغذاء الصحي دائماً بنقول فعلاً مكلف. أنه هو مكلف شوي وتكلفته بتكون كتير كبيرة، وبعيداً عن التسجيل بصالات الرياضة يلي ممكن هلأ في كتير ناس حتى لو رجعت صالات الرياضة سالي، بس في ناس يمكن إسا بعدها أنه متخوفة أو محبة أنه هي تروح على الصالات. فبعيدا عن هالموضوع ولحتى نحكي شوي عن البدائل الغذائية الرخيصة الثمن شوي، يعني ما في شيء رخيص، بس بيسعدنا أن نرحب بالسيدة وردة جبور أخصائية أخصائية تغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. يعني نحن هلأ قبل ما نبلش أسئلة أسئلة أسئلة، ولكن هلأ مشاهدينا ناطرين أيضا ليعرفوا الشغلات الأساسية يلي كتير بيتساءل الأشخاص عنها. خلينا بنبلش بالبداية أنه دائما النظام الغذائي الصحي بيعتمد على الفطور الغداء العشاء، وفي أشخاص ما بتاكل غير وجبة واحدة تقول نحن ما عم ننحف. خلينا بس نعرف أنه شو هي الوجبات الأساسية بالبداية. هلا تمام، اول شيء بدي اقول انه نحن دائما بدنا نحاول نكون غذائنا متكامل، يعني فيه جميع المصادر الغذائيه بكل الوجبات. هلا اول شيء نحن ما فينا نقول انه كل الاشخاص فيهم ياكلوا نفس عدد الوجبات، هي بتتفاوت من اشخاص لاخر حسب اللايف ستايل او حسب النظام الصحي تبعه، بس اهم شيء بحب اكد عليه اللي هو وجبه الفطور. نحن دائما بنقول انه هي وجبه الفطور لازم تكون اساسيه، لازم تكون متكامله، فيها بروتين، فيها نشويات. هاي أهم وجبة لازم ما ننساها وما نأجلها، لازم تكون يعني بفترة الصبح، يعني مو ساعة 11-12، منفي بوقت متأخر، لازم تكون صباحية بكير تماما مشان هي تزيد معدل الاستقلاب والحرق. ثاني شيء نحن لازم نحاول نعدد وجبات، يعني تكون من 3-4 وجبات، والافضل هو تكون 5 وجبات، فطور غدا عشاء وبيناتهم سناكات صحيه اللي هي خضره فواكه مكسرات لبن حليب، يعني باختلاف حسب المتوفر وحسب اللي بنقدر نستخدمه. يعني شو هي العناصر خلينا نحكي الغذائيه اللي لازم تكون موجوده خلال نهارنا وكيف بنقدر نحصل عليها؟ يعني خلينا نكون هلا واقعيين، ما سهل انه الواحد لا يروح يشتري مكسرات، ولا سهل انه يجيب جميع انواع الفواكه، في اسعار غاليه، الناس ما لها قدره انه تجيب كل هاي العناصر المهمه. شو هي البدائل يلي بيقدروا من خلالها ياخذوا هذا الغذاء المناسب واللي بيعوض عن الشغلات اللي اسعارها غاليه؟ خلينا نحكي، يعني ما عم نحكي عن ناس قليله ما عم تقدر تجيب هي الشغلات، لا، فينا فئه كبيره من المجتمع السوري ما عم تقدر تجيبها. صح. هلا صحيح، ذوات الدخل المحدود هن دائما ما بيقدروا، فينا نعتبر يعني بيحاولوا قدر المستطاع يكون غذاء متكامل. فنحن اليوم رح ركز على الشغلات اللي فينا نعوضها، بدائل غذائيه فينا نعتبرها فيها تتواجد باي بيت. هلا بنبلش فينا نقول البروتين اللي هي متواجده بالمصادر الحيوانيه مثل الدجاج، اللحمه، التون، شو بدائلها. هلا نحن في 21 حمض اميني موجودين عموما، بس في 9 منهم هي حمض امينيه اساسيه، هي ما بتتواجد بالجسم ولا بيقدر بيصنعها، هي بتاخذ عاده بالغذاء، لا بالغذاء بناخذها، بتتواجد بالمصادر الحيوانيه. هلا كيف بنقدر نعوضها بالبدائل النباتيه؟ هي نحن بانه ندمج البقول مع نوع من انواع النشويات، او الاوراق الخضراء مع نوع من انواع النشويات. هلا نحن عموما النساء لازم ياخذوا 45 تقريبا جرام من البروتين، اما بالنسبه للرجال لازم ياخذوا 49 جرام من البروتين. هلا لنحكي بشكل ابسط، خلينا نقول تمام، يعني مثلا فينا نقول لكل نص كوب من البقول المطبوخه فيها تقريبا 8 جرام من البروتين، فنحن اذا اخذنا لنفترض 16 جرام، هي وفرنا مبدئيا 16 جرام من 45 بالنسبه للنساء. اذا اخذنا لنفترض خضار ورقيه
لكل كوب خضار ورقية فيه تقريبا 2-3 جرام من البروتين. كمان فينا نحكي مثلا ممكن مرق جوز او لوز او مشتقات البان اجبان او بيض هي فيها تقريبا 8 جرام من البروتين. فنحن هيك بنكون بنحاول ننوع غذائنا وبنفس الوقت ناخذ مصادر نباتية قدر المستطاع هي متواجدة باي بيت. تمام. هلا بالنسبة لنحكي بشيء ثاني اللي هي مصادر الكالسيوم، يعني نحن اذا ما فينا ناخذ يوميا مشتقات البان اجبان بكثرة، نحن لازم ناخذ تقريبا 1000 ميلي جرام يوميا من مصادر الكالسيوم. هلا بشو بنقدر نبدلها؟ مثل الزبيب والتين مجفف، هاي كمان متواجده وسعرها ما انه كثير، لا سعرها صار والله غالي. هلا مقارنه مع مثلا مع الحليب او مع اللبن او مع اللبنه، لا الحليب ارخص. اي تمام. هلا نحن نحكي على البدائل، وهو سناك صحي فينا نعتبره يعني بين الوجبات، يعني في الواحد يختار قصدك يعني ينوع ياخذ هي حسب القدره الماديه. تماما. وهو فكره ثانيه بدي لك اياها، انه نحن اكثر مثلا كوب اللبن فيه تقريبا 200 ملي جرام من الكالسيوم، اما بالنسبه لمثلا التين بدنا ناخذ كميات كبيره منه لحتى تقدر توفرنا من طبعاً الكالسيوم. فنحن بدنا فيك تقولي نحن ما فينا يعني فينا بدنا ننوع لحتى نقدر قدر المستطاع نقلل التكاليف بنفس الوقت ناخذ كل المصادر الغذائيه الموجوده. صح. يعني هذا اللي بنقدر نوفره عموما. هلا رح احكي عن فكره ثانيه اللي هي الحديد. الحديد كمان متواجد بالسودا، بالجاج، باللحمه، وهدول كمان بدنا نستعيد عنهم بشغلات ثانيه. هلا تماما العدس، الحمص، الشوكولا الغامقه، الخضار الورقيه، هدول حتى السبانغ، هدول كلهم بدنا تكون موجودين لندعم الحديد. بس للاسف تسال عن موضوع العدس، انه هو اللي لازم يكون حبه سوداء او المجروش اللي بيكون فيه حديد؟ دائما هذا السؤال. هلا هو دائما هدول الاثنين فيهم نفس مثل الحديد، بس هو لندعم امتصاصهم لازم دائما نضيف لهم حمضيات او فيتامين سي ليكون امتصاصهم اعلى، لانه دائما امتصاص المصادر الحيوانيه اعلى من امتصاص المصادر النباتيه. يعني مثلا نحن دائما بنقول انه مثلا ما لازم نشرب شاي او قهوه بعد وجبه فيها حديد، بعد مثلا وجبه سودا او بعد وجبه مليئه بالحديد او بعد السبانخ. هلا بالنسبه للمصادر الحيوانيه ما بتتاثر اذا شربنا شاي او كافيين او قهوه مثل اذا اخذنا مثلا سلطه سبانخ لنفترض، لانه امتصاصها للمصادر الحيوانيه اعلى. فدائما لازم نركز انه بس ناخذ مصدر مصادر حديد حتى لو نباتيه وهي موجوده، دائما نزيد لها فيتامين سي وما ناخذ جنبه، ما ناخذ بعد بساعتين شاي او قهوه. نعم. يعني بهذا الحديث انت حضرتك حكيتي على كثير من الانواع اللي بدهم يستغربوا انه نحن فينا ناكل كل هدول الاشياء، ولكن الكميه اكيد بتلعب دور. يعني بدنا منك نصائح لكل يلي هلأ عم يسمعنا، وخاصة للأشخاص يلي بتتبع نظام غذائي عشوائي أو بتفتح الإنترنت وممكن ما يلائم لا وزنه أو لا طبيعة جسمه حتى طبيعة الأيض والاستقلاب عنده. تمام. هلأ نحن صار في كتير أنواع من الريجيمات اللي هو دايت البروتين، الكيتو هلأ كتير منتشر باختلاف أنواعه، بس هو لازم لكل شخص له حسب طوله ووزنه وعمره نظام غذائي بناسبه، بناسب إذا شو وضع الكتلة الشحمية، إذا عنده كتير كتلة عضلية، فهو بيختلف من شخص لآخر. هلأ نحن دائما لازم ما نعمل خيارات عشوائية، نقطع النشويات، ما نشرب مي كتير منيح، لأنه بهي الحالة نحن بننزل كتلة عضلية ما بننزل كتلة شحمية. نحن إذا بنعرف عموما يعني الأشخاص العاديين بمرحلة الراحة إذا بدنا نعرف قد ايه بيحرقوا، فهو كل وجود كتلة عضلية بتحرق 4 كالوريز بالساعة بفترة الراحة نحن ما عم بدون ما نعمل رياضة. أما بالنسبة للكتلة الدهنية فبتحرق نص كالوريز بالساعة، فهي طبعا اذا وجدت كتله عضليه عاليه مو مثل اذا وجدت كتله دهنيه عاليه. صحيح. فنسبه الحرق بيختلف، عشان هيك ما لازم نعمل حميات عشوائيه عشان ما تنزل الكتله العضليه ويخف الحرق عنا. نعم. يعني شكرا كثير لك لهالنصائح اللي قدمتي لنا اياها، بنتمنى انه كل الاشخاص يكونوا قدروا يستفادوا منها.